إيمان من قناة باي إيمان. نتمنى تكونوا كاملين على خير. فيديو اليوم نتكلموا فيه على أكثر 5 عطور جذابة للرجال وكلها أنوتة لمناسبات جد 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 خاصة كعشاء رومانسي أو سهرة رومانسية. كتعرفوني أنا من عشاق العطور ومدمنة على العطور، فالاختيار كان جد 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 صعب، ما كانش سهل، ولكن قديت أنني نختار 5 باش الفيديو ما يكونش طويل. هيلا نبدا. أول عطر هو عطر مميز ومختلف، ما معروفش عند الكل، وفيه ريحة اللي ما تشميهاش عند الجميع، لذلك قلت لكم هو عطر مميز، فغتحسي باختلاف وانتي لابسة هذا العطر هذا، اللي هو بلون من ماركة كوغاج. يجي على هذا الشكل هكا، بلون هو أبيض، اللون الأبيض، لهذا العبوة كلها بيضاء. العطر هو عبارة عن فلورال وودي، يعني زهري خشبي، وفيه لمسة باودري، ونحس به عطر لي السويت ديليشيز، وممكن انك تجذبي به اي واحد اي انسان. هو قوي وثابت، ولكن في نفس الوقت ناعم، فيه هكا نعومة ونوتة، تحسي به ناضج، جرأة أكثر المرأة اللي حابه تبرز الشخصية ديالها والوجود ديالها. فعطر صراحة جد مميز ومحبوب عندي، فلهذه المناسبة ديال عشاء رومانسي مع الحبيب ديالك غادي يحسك بكل أنوثة، وفيه جاذبية خاصة. فإلا ممكن تجربوه ما ترددوش، كنظن أن الكثير منكم غادي يعجبهم. بالنسبة النوتس هنا كتبهم هنا، وفي نفس الوقت غادي نخليه لكم على الشاشة. فيه زهرة الآيريس، أو لا كنظن بالعربية سميتها القزحية. فيه الليتشي، فاكهة الليتشي. فيه الروز، البوفر روز، يعني سبايس ديال الإبزار. فيه مسك، فيها عنبر وباتشولي. يعني دائما لمسة عربية في البيز نوتس هكا في الآخر لما يبرد العطر، هي اللي كتعطيه قوة وثبات. ثاني عطر هو بوزون جيرل من عند ديور. عطر جبار، أكثر عطر ممكن تعبري به على الأنوثة ديالك والجاذبية ديالك. هو عطر سويت أكيد بامتياز، سنسيول، اديكتيف، عنده ثبات عالي جدا، في هكا لمسة الفانيلا اللي كتخليه very very attractive. صراحة عطر مميز، وكنظن ان الكثير من الرجال غادي يحبوا هذا العطر هذا، صراحة فيه أنوثة خيالية. بالنسبة النوتس كيف العادة نحطهم لكم في الشاشة وغادي نقراهم هنايا. فيه ليمون أو الحامض، فيه الروز، فيه الفلور دورانجي أو لا أورانج بلوسم، فيه الفانيلا، فيه اللوز، فيه الفيف تونكا، ساندل وود أو خشب صندل، والكاشمير وود. ما تشبعيش من ريحته صراحة، محبوب عندي هذا العطر هذا بزاف، وفواح فواح، ثبات كبير بزاف. ثالث عطر هو لانوي تريزور من عند لانكوم. اول شيء شوفوا العبوة، رائعة، فخمة، شيك، يعني كلها أنوثة صراحة. وبالنسبة للعطر ريحته خيال صراحة، الرائحة كذلك جد 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 رائعة. روتي وقومو، عطر اللي يفجر طاقة من الأنوثة، تحسوا به المرأة الدلوعة الفرفوشة، ريحة جد جد مميزة مختلفة، فيها لمسة من السويت والفانيلا، رائع رائع رائع، وثابت ثابت، ريحة فيها شوية نظافة ولكن أنيق، عطر أنيق جدا. بالنسبة النوتس فيه
البوار او فاكهه الاجاص، البرغموت، زهره الاوركيدي، فيه ستروبيري، روز، ليتشي، كراميل اي براليني. هو اللي كيعطيه ديك اللمسه ديال الحلاوه او السويتنس. فيه الباتشولي، فيه الفانيلا، الكافي، رائحه القهوه. اعشق العطور اللي فيهم لمسه القهوه صراحه، جميل العطر. فيه البخور وفيه بابيروس والريغليس. الى مع هذا العطر هذا ما برزتيش الانوثه ديالك وما جذبتيش به اي رجل في العالم، فما عرفتش اشنو ممكن اخر تقدي تستعملي كعطر. فواح، جد فواح. رابع عطر اللي عنده مكانة جد خاصة عندي وعزيز على قلبي هو باترفلاي من أناي موري. فقط عشاق وخبيرين في العطور يقدروا يتعرفوا على هذا العطر. هذا هو عطر اللي ما متواجدش بكثرة وهو اللي كيعطيه امتياز. نوصفه كعطر تايمليس لكل زمان ولكل مكان. كنظن انه عطر يعني قديم نوعا ما، ولكن ممكن تستعمليه في كل وقت. فلورال على فروتي، صراحة هو جد قريب لشخصيتي ونحس به يشبهني اكثر. قوي وفواح وثبات جد عالي، ولكن في نفس الوقت هادئ ويبرز رقة المرأة وعنده تأثير ناعم. صراحة من العطور اللي جد جد مميزة ولا يمكن أنه يخطاني. كيف ما كتشوفوا العبوة ما بقاش فيها الكثير، يعني صافي خلص. ولكن خديت عبوة أكبر باش تعرفوا لأي درجة هو عزيز عليا وما يمكنش نستغنى عليه. بالنسبة للنوتس، فيه ستروبري، فيه البلوبري، البلاك بيري، فيه زهرة البيفان، فيه روز، زهرة الإيلانغيلانغ، فيه السادغ، فيه ساندلوود اي جاسمين. هاد التركيبة كلها صراحة عطاته تميز كبير وخلاته عطر مختلف ولكن رائع، أنتوي بشكل خطير. وآخر عطر هو سكوندال باي نايت من عند جون بول غوتيه، أو دو بارفان انتنس. العبوة كذلك جد رائعة ومميزة كتعبر على الأنوثة. هذا عطر قنبلة أنوثة. سويت، انتنس، فواح وقوي، قوي جدا، ثبات عالي. هذا صدقوني يا البنات، استعمليه في مناسبة يعني رومانسية، وانا متأكدة ان الزوج ديالك او الخطيب ديالك غادي يدوخ. ما يمكنش. فواح وقوي، خطير، لا يمكن انك تملي منه، ويعطي هكا ثقه في النفس وشخصيه قويه. يعني المراه اللي جريئه ويعطيك حضور في المكان. يعني العطر بالفواحان ديالو الكل غادي ينتبه لك، ماشي هكا عطر المرأة اللي خجولة، لا بتاتا. بالنسبة للنوت اللي اعطاه لمسة سويت هو العسل، هاني. فيه حوامض، ديزاغروم، فيه توبيروز اللي هي واحد الزهرة اللي كتعجبني في العطور، وفيه الأورنج بلوسم، حتى هاد اللمسة هادي كنميل ليها أكثر.
فيه إجاز، فيه الفيفتونكا، فانيلا، باتشولي، ساندلوود، أمبرود، إي المسك. خلطة خطيرة، عطر لي قوي جدا، قوي جدا جدا جدا. جربوه يا البنات وما غتندموش، أكيد ما غتندموش. ما عنديش كلام آخر نقوله صراحة. ممكن نقول أنه أكثر عطر نسائي لكل أنوثة. راه قلت لكم في الأول أنه قنبلة أنوثة، يفجر فيك كاع الحواس. نتمنى أن هذا الفيديو يكون عجبكم، فما تنساوش تخليوا لي لايكات وتشاركوا بالقناة في التعليق ديالكم، كذلك شاركوني أفضل العطور عندكم لكلها أنوثة باش حتى أنا نكتشفها معكم. فقط 5 عطور حتى ما يكونش الفيديو طويل بزاف، فنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معايا. عطوني اقتراحات كذلك الفيديوهات أخرى مقبلة في العطور إلى بغيتوا نكملوا في هذه السلسلة. هذه عندي الكثير ما نشارك معكم لان انا مدمنة العطور. كنحسها اكثر شيء تفرضي به البصمة ديالك واخر لمسة باش تكملي اللوك. وما نكترش عليكم، نتمنى تكونوا على خير كيف ديما، ونعطيكم موعد لفيديو جاي ان شاء الله. سلام.